عنده استوديو على شكل مصغر زي كده كبير والوان زي كده. عندنا المحمد هذا حق النونو، هذا حق النونو، هذا سمار ياخذنا البنات يمر عن فالغنم اول يحط اغراضهم فيها، ما فيه لا شنط ولا شيء. يعني زي الكيس الزنبيلي خالص. هذا الصمار تقولوا له صمار، هذا حق القهوة والهيل. ما فيه لا كاس ولا شيء ولا علب ولا شيء، يحطون فيها القهوة والهيل. جميل. وهذه القلص حقة الرجال ياخذونها يحطون فيها العسل ويحطون فيها، هذه حقة الرجال. قلص هذا القلص. وهذا هنا وهذه شنطة العروسة. هذه الكلوني. هذه أم سلطان اللي هي أدوات العروسة. هذه أدوات العروسة. وهذا الكحل حق الكحل. يا سلام. هذه المكحل. وهذا الرشوش حق الشعر. جميل. أي ذرير أول البنات يكون. على الشعر هذا. أي للشعر، وهذا الديرب. ما في روج ولا في شيء، هذا يحطون الديرب. يعني زي الصبغ. معروف. زي الروج. أيوه هذا الكريم. حق زمان. أذكر هذا مع جدي. هذا فين هذا؟ كريم. كريم هذا اول يقولوا الزبادي الرخال. هذا الديرم كذلك يطهر الفم صح؟ ايوه والسل الاسنان ولا الديرم. أيه يحمر الشفه ويطهر الفم. ايوه هذا الروج اللي هذا جاء في الاخر شيء يعني. هذا الروج حق القديم. وهذه القلاده. هذه اول يوم ما فيه ذهب يلبس. خلص. وهذا المشط. هذا مش زمان. الان يا ام سلطان هذه اذا كانت للتمر هي جلد طبعا، اذا كانت للتمر شنه، واذا كانت للبن صميد صميد، واذا كانت للماء قربه، واذا كانت ماء صغير بدره بدره، واذا كانت لويش للحليب للسمن السمن عكه. اذا هي نفس الاداه نفس الجلد بس لما حسب ما يجي فيها من ماده يعني ماخذ اللبن نمخذه المخله تمام. اي برضه جلد ويسوونها الهندول للاطفال برضه الهندول حتى يهزونها. ترفيه واحتياج.